قامت اليوم مصالح مديرية التجارة بمتابعة تخزين مادة التفاح على مستوى الولاية والعينة من بلدية جمورة، حيث تم الوقوف على عملية تخزين هذه المادة التي تتم بمرافقة مصالحنا من أول عملية تخزين إلى غاية إخراج المنتوج وبيعه على مستوى الأسواق، وذلك من أجل الحد والتقليص من اختلالات السوق وضمان وفرة هذا المنتوج.